من أصعب المواقف اللي ممكن تقابلك في الغية إن يقفص عندك جوز غليل صغيرين ومتقدرش تأكلهم ويموتوا منك أو يروحوا منك. تعال مع بعض نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ معانا جوز غليل، ضيفين جداد علينا ان شاء الله، نوروا بيتهم، لسه فاقسين امبارح، بس زي ما انتم شايفين الاهالي مش ملبياهم. يعني ايه لبا يا جماعة؟ هنقول الاول يعني ايه لبا قبل ما نشتغل معاهم ونتعامل معاهم ونعرف هنأكلهم ايه. لبا يا جماعة، اللبا ده حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا خلقها للحيوانات عامة، زي مثلا في الجاموس يعني المسمار، يقول لك ده مسمار البهيمة الصغيرة او مسمار العجل الصغير، ده بيبقى حاجة اسمها مغذية جدا للعجل او للحيوان اللي لسه مولود عشان يقدر يصلب طوله ويتعايش، بيبقى فيه فيتامينات عالية جدا 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 يعني. فربنا بيبعت له الرزق ده علشان يقدر يقاوم ويبدأ يعيش في الحياة ويقدر يتعامل مع الحياة. فدلوقتي ممكن جوز الحمام هيقابلك ممكن ما يلبيش الزغليل زي ما انت شايف كده، طب انت تعمل ايه بقى وقتها؟ هتقعد تحط ايدك على خدك وتقول انا مش عارف اعمل ايه، جوز الحمام هيموت، طب اتصرف ازاي؟ ان شاء الله في كذا طريقة، يعني مش طريقة واحدة، وكل واحد ليه كذا طريقة. دلوقتي مع بعض هنشوف ايه الطريقة مع بعض. في طبعا يا جماعة كذا طريقة اللي انت تلبي بها الزغليل. اول هام انت هتعمله، هتبدأ تجيب اول هام يا جماعة مع بعض، هتبدأ تجيب سرنجة يا جماعة، اي سرنجة بقى، 1 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي، اي سرنجة عندك. هتبدأ وهتجيب جلبة زي دي يا جماعة، جلبة زي دي جلبة بلف عجلة. هتروح لعند اي حد بتاع عجل تقول له انا عايز جلدة بلف. ليه بقى جلدة بلف؟ جلدة البلف طرية جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين، طرية جدا، وبحيث ان هي ما تجرحش زور الطائر، عشان هو بيبقى يعني ضعيف جدا جدا جدا، يعني مش مستحمل اي حاجة. وهتبدأ تجيب، طبعا احنا اتكلمنا عن ازاي هتأكله بسرنجة، هتجيب السرنجة وهتجيب الايه الجلبة وهتركبهم في بعض بالطريقة دي كده. لو انت دلوقتي ما عندكش اي حاجة يبقى هتجري هتجيب باكو بسكوت ايا كان بقى اهلاوي، المهم يكون باكو بسكوت سادة، وهتدفي شوية مية صغيرين شوية مية صغيرين، وهتفرك باكو لوح البسكوت وهتدفيه في شوية مية، هتخليه عامل زي السريلاك كده. ده ما عندكش بسكوت وعندك سريلاك عادي، السريلاك برضو مغذي جدا وهيتعامل برضو، وهتديله برضو هتعمله شوية على قده، قيمة سنت كده يا جماعة للاتنين، يعني مش كتير، لان هو اصلا الطائر بيبقى يعني الحوصلة بتاعته صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، الحوصلة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. طب مفيش سريلاك يا ابو رياض هتعمل ايه؟ والله زي ما قلت لكم باكو بسكوت، مفيش بسكوت هتجيب سريلاك، ده مفيش سريلاك هتجيب نوعة عسل، عسل اسمر، يا دوبك نوعة عسل اسمر بشوية مية دافيين صغيرين، يبقى نوعة عسل عسل اسمر ده هيعوضوا الجلوكوز يا جماعة. انت هتأكله بس اول يوم او تاني يوم، وبعد كده هو الاهالي هتزق ان شاء الله، بس احنا بنعوضه فترة اللبا يا جماعة، يعني احنا بس بنعوضه فترة ايه اللبا ده. طيب مفيش عسل اسمر هتعمل ايه؟ لو مفيش عسل اسمر كمان، لو مفيش عسل اسمر بس بكل بيت فيه عسل اسمر، يعني ممكن لو عندك شوية لبن بودرة، وانا برجح كده تديله، يعني هتديله شوية لبن بودرة، وهنشوف دلوقتي مع بعض الطريقة يا جماعة. بس اهم حاجة ان انت تحاول يعني بقدر المستطاع ان انت تلحق الزغلول في اوله، يعني ما تسيبوش لحد ما ايه ما يضعف وتقول ما لحقتوش. مع بعض بقى دلوقتي هنشوف الايه الطريقة. انا برجح اللي انا هعمل عندي مية انا جايبها جلوكوز، جايبها انا عندي مخليها في الغية فوق لحاجات زي كده للطوارئ،
وهنفضي منها شوية صغيرين على العلبة زي ما انتم شايفين يا جماعة. هنفضي شوية صغيرين وهنقلبهم في العسل بالطريقة دي كده، وهنجيب السرنجة كده يا جماعة ممكن تلبيه، ممكن تلبي يا جماعة جوز الزغليل بعسل زي ما انتم شايفين كده، بس انا بفضل اللي انا اضيف. انا عندي ممكن تعمل كده من غير لو مفيش بسكوت متوفر او انت عاوز تلحقه بسرعة. طب دلوقتي انا عندي لبن متوفر ما بستخدموش، لبن متوفر ما بستخدموش وعاوز احطه منه، حطه منه يا جماعة يعني عادي حطه منه، وده هيقوم معاك الزغلول بسم الله ما شاء الله. انت هتخليه معاك يعني لا هو جامد قوي ولا هو سايب قوي، لان الزغلول بيبقى لسه ايه وتقلب كويس جدا 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 كده يا جماعة، بحيث اللي هو يبقى ايه مزيج مع بعض. وطبعا في في اكل جاهز، يعني في اكل جاهز بنشاري للحمام، في ميكس وفي كذا نوع، انواع كتير، بس انا بفضل الحاجة اللي انا بعملها على ايدي عشان ببقى عارف هي عاملة ازاي او انا اللي بتحكم فيها. طبعا زي ما بعض كده يا جماعة ايه هنأكل بقى الزغلول مع بعض. بصوا يا جماعة الميكس اللي احنا عملناه يا جماعة، الميكس اهو. بس اهم حاجة وانت بتأكل الزغلول تتعامل معاه برفق، يعني مش بخشونة، لان الزغلول بيبقى لسه صغير خالص، في نفس الوقت كل حاجة من جوه بتبقى لسه ضعيفة جدا. ويا ريت ويا ريت وانت بتأكل تعمل حساب الهوا، لان في ناس بتمسك الزغلول مبسوطة ان هو كل، فبتدي له اكتر من طاقته، فلما بتدي له اكتر من طاقته فبيضطر يموت منه. فبتمسك كده بيدك الشمال كده وتمسك كده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اهو، وهتحط السرنجة البلف كده بالراحة. بصوا يا جماعة شوية دم يا دوبك كده، بحيث ان هو يقدر يعني ما تملالوش الحصلة جامد عشان يعرف ياخد نفسه، لازم تخلي فيه هوا. الزغلول التاني يا جماعة اهو مع بعض، هتفتح له بقه بالراحة خلاص كده، وتخلي السرنجة دايما يمد جهة الايه البق كده، تمسك الفرد بيدك الشمال كده اهو يا جماعة. اديناهم الاتنين سنتي واحد بس من السرنجة، لان ايه الحوصلة بتاعتهم ما تستحملش اكتر من كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو لبيناها همت. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة، ولو انت من متابعينا اعمل لنا لايك واللي يسر كل ما هو جديد ان شاء الله في عالم الغية. وزي ما انتم شايفينها كمان يا جماعة همت بسم الله ما شاء الله، ودعونا بالبركة ربنا يبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.